بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين وصلي وسلم على نبينا محمد خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أهلا وسهلا بكم أيها الطلاب في درس جديد للصف الأول المتوسط من الوحدة الثالثة الوطن، نص الدعم بعنوان بئر الدمام رقم 7. سنقوم بمشيئة الله في درسنا لهذا اليوم على قراءة النص قراءة صامتة مع مراعاة آداب القراءة الصامتة، التعرف على معاني ومفردات جديدة، وحل تمرينات هذا الدرس. نبدأ أولا بقراءة النص قراءة صامتة ثم ننتقل لحل تمرينات هذا الدرس. أنمي لغتي، أولا أتعامل مع من بجواري وأملأ الفراغات أو أملأ الفراغ بما يناسبه مما في الدوائر. الكلمة والمرادف لها، أي كلمتان تحمل نفس المعنى. أولا الحلم ومرادفها الأمل، الدفين ومرادفها المختفي، والجيولوجيا ومرادفها علم الأرض، وطياتها ومرادفها ثناياها، وامتطوا ومرادفها ركبوا، والذهب الأسود ومرادفه النفط. انتقل للتالي. ثانيا أبحث في الفقرة الأولى عن أضداد الكلمات التالية: مفسدة وضدها مصلحة، تسر وضدها تفسد، ومضعف وضدها معزز. ثالثا أقرأ وألاحظ المواضع التي استخدمت فيها العبارة التي تحتها خط: الأرض تخبئ بين طياتها السر الدفين النفط، الأرض تخبئ بين طياتها العلوم والمعارف. تخبئ بين طياتها، ما معنى كلمة طياتها أو طياتها؟ أما أنا قلنا طياتها هي الناحية أو الجهة البعيدة، الناحية أو الجهة البعيدة. طيب أتعامل مع مجموعتي لنملأ الفراغات التالية على غرار ما سبق: البحار، ها ماذا نقول؟ البحار تخبئ بين طياتها الخير الكثير، وأيضا نقول السماء تخبئ بين طياتها المطر الغزير. ننتقل للتالي. أجيب: أولا أذكر الحلم الذي راود الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى أثناء توحيده المملكة العربية السعودية، وأبين الشيء الذي عزز ذلك الحلم. نقول استثمار الثروات الطبيعية لما فيه مصلحة البلاد، والذي عزز هذا الحلم هو اكتشاف النفط في البحرين. ثانيا أملأ الفراغات التالية: إذا كان توحيد المملكة العربية السعودية عام 1351 هجري وتوقيع الملك عبد العزيز اتفاقات لاستثمار النفط الصالح أو النفط لصالح البلاد عام 1352 هجري، فإن ذلك يدل على ماذا؟ يدل على الحكمة في شؤون أو في إدارة شؤون البلاد الاقتصادية. انتقل للتالي.
ثالثا أحدد بالاشتراك مع من بجواري الكلمة الأكثر تكرارا في النص، السعودية أم النفط أم الدمام أم المملكة. الكلمة الأكثر تكرارا كانت هي الدمام. رابعا استخدم الشكل التالي لأذكر النتائج المترتبة على حفر بئر الدمام. النتائج ومنها استثمار أو أصبحت في طليعة الدول المنتجة للنفط، وأيضا ازدهار المملكة والارتقاء الحضاري وإنشاء شركة أرامكو. خامسا أحدد أسماء الحقول التي وردت في النص. ما هي الحقول التي وردت في النص؟ أولها وأكبرها بئر رقم 7، بئر رقم 7، وثانيها حقل الغوار، وثالثها حقل السفانية. أفكر. أولا توقيع الملك عبد العزيز رحمه الله اتفاقات مع شركة أمريكية لاستثمار الثروات الطبيعية لصالح البلاد، يعد من السعي في الأرض وتعميرها واستثمارها واستثمار ما سخره الله عز وجل فيها للتقدم والرخاء. أشارك معهم بجواري لتعداد 5 مما سخره الله تعالى لنا في وطننا من النعم. نقول أولا الشمس والقمر والنجوم والدواب وأيضا البحار، وهذه بعض مما سخره الله لنا عز وجل في وطننا. ثانيا ومن يرى مدينة الظهران اليوم ويقارن حالها بالأيام الأولى حين كانت مجرد مخيم للبناء العاملين في حفر آبار النفط، سوف يدرك مدى التغير الكبير الذي طرأ عليها. أشارك من بجواري في بيان بعض مظاهر التغير التي حدثت لمدينة الظهران باستخدام الشكل التالي: المجال العمراني والمجال أو مجال المواصلات. من المجال العمراني نقول المساجد الواسعة وغيرها، المباني الضخمة، هذه في المجال العمراني. ومجال المواصلات ومنها مطار الملك فهد وأيضا الطرق المسفلتة. الطرق المسفلتة تقل التالي. أستثمر. أقرأ المقطع التالي قراءة جهرية سليمة. وما حدث بعد ذلك يمثل في واقع الأمر قصة من أروع قصص النجاح والتعاون بين أبناء الوطن الواحد، فقد ازدهرت المملكة العربية السعودية وتقدمت في ركب الحضارة حتى امتلكت أولى شركات إنتاج النفط على مستوى العالمي والآن كيف أصبح حال بئر الدمام رقم 7 بعد هذه السنين؟ لقد كانت البداية صعبة وباتت هذه البئر بمثابة ذكرى حية وبشارة بالخير العميم الذي حب الله به أهل هذه البلد الأمين، والذي بدأ عطاؤه يعمر البلاد وما عليها من عباد منذ أكثر من 70 عاما تقريبا. فلعل المواطنين مدركون فضل الله على هذه الأرض المباركة. ألخص. أستخدم الشكل التالي لألخص أهم الأفكار أو أهم أفكار النص. أهم الأفكار التي وجدتها في نص بئر الدمام رقم 7 قال منها نتائج اكتشاف النفط. أولها دور الملك عبد العزيز في استثمار الثروات، وأيضا التغيرات التي طرأت على مدينة الظهران، وأيضا مكانة بئر الدمام رقم 7 والارتقاء الحضاري في مدن المملكة، وأخيرا فضل الله تعالى على هذه الأرض المباركة.
وإلى هنا نكون قد انتهينا من درسنا لهذا اليوم. سائل المولى أن تمت الفائدة في هذا الدرس، وأسأل الله لي ولكم التوفيق.